بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة، اكيد كالعادة هنتكلم فيها عن النادي الاهلي، اكيد هنرد فيها عن كل الاكاذيب والشائعات والحرب القذرة ضد النادي الاهلي. لكن في البداية ما تنساش افضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا هي صلاة على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفيديو ده بعد اذن حضرتك، لو انت اهلاوي قلبك جامد لايك بسرعة عشان يوصل لاكبر عدد من مشاهدينا ومتابعينا عشان يشوفوا الفضايح اللي بتحصل. وفعلا يا جماعة خلينا نبصم بالعشرة، الاهلي نادي الدولة، فعلا الاهلي نادي الدولة. عايزكم في الكومنتات كده تقولوا الاهلي نادي الدولة والاهلي نادي الحكام والاهلي بيعملوا كل حاجة عشان الاهلي يقف على رجلي. طيب عزيزي المشاهد المحترم، نحن أمام قناة فئوية، هي قناة الأهلي وقناة الزمالك. قناة الأهلي تدافع عن حقوق النادي الأهلي وتحاول تشحذ الهمم والعوامل النفسية لمباراة صعبة ومباراة مهمة زي مباراة القمة اللي ما بتعترفش بمستوى الفريقين بالمناسبة قبل هذه المباراة. مباراة الزمالك لها كل الحق انها تشحذ لاعبيها وتهبط وتحبط من معنويات الأهلوية وهكذا. دي قناة فئوية ودي قناة فئوية، لكن الغريب في الأمر ان قناة اون تخصص ما لا يقل عن 3-4 ساعات قبل مباراة القمة عن حاجات وأزمات ومشاكل النادي الأهلي. قناة أون بتقوم بواجبها المهني والمحايد قبل مباراة القمة بأيام، فيمسكوا ساعتين 3-4 يتكلموا بس عن قضية كهرباء وأزمات كهرباء ومشاكل كهرباء. وأنا حسيت إن كهرباء في مشكلة في الكهرباء في مصر، والله العظيم بجد. تخيل أنت النهاردة إن نشيل الأخت فرح من قناة الزمالك ناخدها نحطها في قناة أون. جبناها منين يا جماعة؟ من قناة الزمالك. حطيناها فين؟ في قناة أون. فتيجي الأخت فرح تخصص البرنامج بتاعها والبرامج اللي بعدها للحديث فقط عن أزمات الأهلي قبل القمة وهل ستؤثر هذه الأزمات، ومفيش أي كلام خالص على الناحية التانية ومشاكل الناحية التانية، ولا كأن في أي حاجة أصلا الناحية التانية. الناحية التانية ده الناحية التانية زي العسل. الناحية التانية ده الناحية التانية بليلة بالمكسرات يا بيه. هو في زي أدب وأخلاق الناحية التانية؟ هو في زي جمال الناحية التانية؟ لا في أزمات ولا في قضايا على الفيفا ولا في قضايا للعيبة، ولا احنا مديونين لطوب الأرض، ولا احنا مش لاقيين لبس، ولا احنا خالص خالص، ولا في مدرب بتضرب على قفاه، ولا في لعيبة بتضرب المدرب، ولا في لعيبة بتهدد انها مش تلعب ماتش الأهلي أصلا إلا لما تاخد مستحقاتها، ولا في أي حاجة من الكلام ده كله. كل المشاكل والأزمات فقط هي عند النادي الأهلي. عزيزي المشاهد أفكرك بحاجة، كريم رمزي اللي طلع قال كان بيشتغل في قناة أون وطلع قال خبر بسيط وقال لك في التحقيقات بتاعته مصدري كابتن فاروق ملك النص، طلع قال خبر عن بن شرقي ما عجبش إدارة الزمالك. بعدها بساعة، والله ما كملت ساعة، لقينا إدارة الزمالك بقيادة ليبو الله يا لبيب اللي بنقول له مبروك يا حبيبي وبالشفاء ومع ألف سلامة، طلع بيان قال لك نقطع العلاقات ونسحب السفراء بتوعنا من قناة أون لحين الاعتذار. طلع كريم بنفسه اعتذر، وكريم دلوقتي خرج من القناة كلها. تخيل بقى النهاردة حلقة كاملة مذيعة زملكاوية، أخبار ضرب في ضرب في النادي الأهلي، وكالعادة مفيش أي رد فعل من النادي الأهلي. مفيش أي رد فعل من النادي الأهلي. ده حتى استضافوا كابتن طارق يحيى، طلع قال لك لعيبة الزمالك الأجهز، الزمالك الأقوى، الزمالك الأقوى إزاي؟ هو سؤال بس. قال لك على مستوى الأفراد والإمكانيات الفردية الزمالك أفضل. طب ما تيجي نمسك كده إمكانيات فردية ديت ونفصص فيها شوية. حارس المرمى عندك الشناوي وعندك أبو جبل. أنا عارف إن المقارنة مضحكة وأنت ضحكت لما قلت لك عندك الشناوي وعندك أبو جبل. عندك باك رايت حمزة المسلوسي وعندك أكرم توفيق. على فكرة اللي ساطر حمزة المسلوسي شوية في الزمالك ومش مبين لك عيوبه الحكام، يعني بيلعب بيخش تدخلات عنيفة جدا ممكن ياخد انذارات وطرد فيها عادي جدا، واي حد ياكل على قفاه عيش يعني.
لكن الحكام ساندينه. طب تعالى على الناحية الشمال ناحية قلبي، معلول وابو الفتوح، معلول وعب شافي، مين الافضل؟ تعالى في خط الدفاع، محمود علاء افضل بلا شك، ده ابننا، ده حتة من كبدنا. محمود علاء ده، محمود علاء ده انا اشيله على راس لحد ما اموت. محمود علاء ده بالذات ده افضل مدافع في افريقيا يا جماعة. محمود علاء مع ايمن اشرف وبدر بنون مع الونش، دول الاتنين اللي بيتميزوا فيهم عشان محمود علاء ابننا بس. طيب في وسط الملعب، بالله عليك بالله عليك ما تضحك، بالله عليك يا مؤمن ما تضحك لما اقول لك ديانج، هذا اللاعب الشاب ربنا يديه الصحة ويحفظه يا رب، وخمسة في عينك يا بتاع البليلة يا اللي ما بتصليش على النبي، وطارق حامد اللي عنده 33 34 سنة، مين الافضل؟ طيب عمرو السولية مع امام عاشور، ما تضحكش ما تضحكش. طيب أفشة وما أدراك ما أفشة، ما لها من عفسة، هو 19 بس، كفاية أقول لك هو 19، أنت هتلم الفيديو وتقعد، خلصت. أفشة ولا أوباما؟ ده أوباما هم بيشتموا أوباما، يعني هم بيتريقوا على أوباما، مع احترامي الكامل لشخص أوباما، لكن تقعد مع أي مشجع زملكاوي يعني بيطلع القطط الفطسة في أوباما، الواد جايب لهم جونين في ماتش يطلعوا برضو يتريقوا عليه. طب ما تيجي نكمل، زيزو ولا بيرسي تاو؟ لاعب راجع من الدوري الانجليزي، ولا زيزو اللي ما عندوش غير الرفعة، ها هي الرفعة بتاعته دي، لو في لعيب مدافع قوي وقف قدامه مش هيشمها مش هيشمها. طب الناحية التانية، اشرف بن قلبي اللي ما بيشوفش الجون وهو فاضي، اشرف بن قلبي اللي عمال يطفش، مش بيطفش لانه وحش، لا هو بيطفش لانه مش عايز يلعب، ها اشرف بن قلبي ولا كهربا وهو فايق، ولا لويس ميكيسون، هنقول الكفة متساوية. طب الهجوم، محمد شريف هداف الدوري، ولا عمر السعيد اللي من ساعة ما جاب الجونين خلوه أحسن لاعب في المجرة؟ أعتقد طبعا ده طالع في القناة والناس عمالة صحيح برافو بتاع مش عارف إيه، وفعلا الزمالك سكواده أعلى من نادي الأهلي والكلام ده كله. طيب تعال نروح لكابتن رضا عبد العال اللي في بعض الاوقات بيعجبني الصراحة، بيعجبني رضا عبد العال لما يقيم لاعب اقول لك اوكي، رضا عبد العال لعيب تاريخه يشفع له انه يقيم لاعبين، لكن انه يقيم مدربين لا، نوت اوكي، لا ده معلش يعني صفر، ولو في سوالب نديك سوالب. رضا عبد العال في تقييمه لطارق حامد قال لك طارق حامد لو احترف هيطرد في 4 ماتشات 8 ماتشات، كل ماتش هيطرد، قال لك هو قاعد بس في الزمالك بياكل عيش لان حكام بره غير حكام هنا. خلي بالك يا بتاع البليلة اللي بتقول الاهلي بتاع الدولة، قال لك طارق حامد لو طلع الدوري السعودي هيطرد كل ماتش، كل ماتش هيطرد، ليه؟ لان حكام بره غير حكام هنا، حكام هناك غير حكام هناك، هيتي فرق شاسع، هناك الحكام ما بيبصوش لألوان، لا ابيض ولا احمر ولا ازرق ولا اصفر ولا خطين حمر ولا لمساس ولا الكلام الاهطل ده، لا 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 لا، هناك حق وحقك، هي دي العدالة التحكيمية بقى. عشان كده بتلاقي في فرق من في اخر الجدول بتكسب المتصدر سهل جدا وعادي جدا، ليه؟ لان في عدالة تحكيمية بتتطبق. فقال لك هو هنا عايش ومش عايز يمشي، بس الزمالك يقدره، قال لك امشي ولو نجحت هرفع لك القبعة، ولو ما نجحتش برضه هرفع لك القبعة، معرفش انهي القبعة بالظبط بالنسبة لي طارق حامد. طيب تعال نروح لكلامه عن كهربا، قال ان موسيماني ظلم كهربا، وان كهربا كان المفروض هو اللي يكون يشارك، وفرص مشاركته بعد المؤتمر الصحفي هتبقى صعبة وصعبة جدا مع بيتسو موسيماني. تعال نروح لخالد الغندور، طبعا انت عندك مباراة قمة، في اعلام مثلا من هنا او من هنا هيطلع يحاول انه زي ما قلت لك يشحز همم لاعبيه ويحبط الناحية التانية، سواء كان اهلي او زمالك او العكس، وفي اعلام هيحاول يعمل فرقة ما بين الفرقة وبعضها، يعني زي خالد الغندور كده مثلا يقول لك ايه، محمد شريف افضل بكتير من بيرسي تاو،
عزيزي المشاهد ما تضحكش، والنبي ما تضحك، اوعى تضحك. عزيزي خالد الغندور، ايها الجهبذ الجهبوز، ايها العبقري العبقور. يا اخ خالد يا غندور، هناك فرق في المراكز. اولا معلومة للجميع، هذا البرسيتاو ليس مركزه مهاجم صريح، هو اما تحت المهاجم اللي هو الشادو سترايكر، او يلعب ناحية اليمين، او صانع العاب، انما ما بيلعبش مهاجم اصلا. فاستحالة تقارن ما بين المهاجم وشادو سترايكر او الجناح اليمين، دي استحالة. يعني ما ينفعش اقول لك مثلا ميسي احسن من راموس، طب ايه؟ تير شتيجن احسن من محمد شريف في ايه؟ احسن منه في ايه؟ عشان بيصد، ومحمد شريف ما بعرفش يصد. فتخيل الجهبذ الجهبوز خالد الغندور بيقول لك شريف احسن من تاو، مفيش وجه مقارنة، ده مركز وده مركز، قارن بين شريف وبين حسام. وبعدين انت مين عشان تقارن بين لعبة النادي الاهلي؟ ما تروح تقارن بين فرقتك يا عم. هل يجرؤ خالد الغندور انه يطلع يقارن بين لعبته النهاردة؟ وايه السر انك تطلع تقارن بين لعبة النادي الاهلي؟ عايز توصل لنا ايه يعني؟ عايز توقع اللعبة في بعض قبل ماتش مهم زي شغل الضراير؟ ما ينفعش، ده اسمه شغل ضراير، شغل كيد نون سين الف. قلنا على الاخ طارق يحيى اللي شايف الزمالك الافضل وان كارتيرون الاقوى، ماشي، مش هقول لك على كارتيرون حاجه. طيب تعال نروح لكابتن سيد عبد الحفيظ، ولما يجي عبد الحفيظ يا مغيظ. سيد عبد الحفيظ مسك عصام عبد الفتاح غسله افحمه، قال لك مفيش حاجه يا كابتن اسمها 50-50، 50-50 ديت لما تبقى رايح الثانويه العامه وتجيب 50% وتخش بيها زراعه، او تخش بيها معهد تحت البيت، ماما تبعتك تجيب طعميه، تجيب فول، تجيب عيش، تجيب طلبات البيت، اهو انت راجل البيت. لكن 50-50 في التحكيم دي ما تنفعش، يا ابيض يا اسود، يا ضرب الجزاء يا مش ضرب الجزاء. انما 50-50 دي عامله زي اللي وقف على السلم ورقص، لا اللي فوق شافوه ولا اللي تحت سمعوه. فالكابتن سيد عبد الحفيظ قال لك مفيش حاجه اسمها في الكوره 50-50، في التحكيم مفيش 50-50، يا ضرب الجزاء يا مش ضرب الجزاء، يا ولد يا بنت. ما تنفعش النهارده واحده تكون حامل وتروح تعمل السونار يا كابتن عصام يا عبد الفتاح، والدكتور يقول لا والله هو 50-50، يا واد يا بنت. ايه اللي يا واد يا بنت؟ وفي حاجه اسمها يا واد يا بنت؟ في حاجه اسمها يا ضرب الجزاء يا مش ضرب الجزاء يا اخ عصام عبد الفتاح. طيب النهارده هناك هجوم شرس على السوشيال ميديا البيضاء بعد الفضيحه بتاعه السله. عايز اقول لك ان الزمالك النهارده تعرض لفضيحه، فضيحه في النتيجه، نتيجه كارثيه بمعنى الكلمه. الزمالك بيخسر دبل سكور 95-46، فرق 49 نقطه. ليه؟ لان الزمالك قرر يلعب المباراه بفريق ال 20 سنه. البعض طلع استظرف وقال لك طب ليه الاتحاد في الفير بلاي ما يطلعش يلعب بفريق 20 سنه؟ وانا مالي، انا ذنبي ايه ان انت فاشل؟ انا ذنبي ايه كاتحاد سكندري؟ انا ذنبي ايه انت مش قادر تجمع فرقه؟ انا مالي انزل العبك بال 20 ليه؟ المهم اللي هقول لك دلوقتي بعض ردود الافعال الغاضبه لجمهور الزمالك على السوشيال ميديا، وهحاول انقي الفاظ لان في الفاظ صعبه شويه. قال لك ايه؟ اللجنه التافهه، افهم بقى هو بيتكلم على مين، اللجنه التافهه ورئيسها التافه. يا سبحان الله، مش هو ده اللي كنتوا طالعين بيه السما بتاع الصغار والعوام ومش عارف ايه؟ والله العظيم انتوا مالكوا عزيز، جمهور الزمالك مالوش عزيز. شويه مرتضى ده ارجى الواحد في العالم، شويه مرتضى ده اللي دمر النادي، شويه نادينا محتل ومش عارف رئيسه مختل، شويه رجعوا لنا الدرع والسيف والاسد واللي مش عارف ايه. ليبو ليبو بقى دلوقتي رئيس تافه، عيب عليكم والله، عيب عليكم. قال لك اللي خدوا قرار بلعب المباراه بالناشئين وتدبير اللعيبه الصغيره نفسيا بالمنظر ده لازم يتحاسب من الجمهور، لان مفيش مسؤول هيحاسبه، لان المسؤول خرب النادي عن عمد وكملها بلجان. واحد تاني قال لك اللي بيحصل ده فضيحه،
تضاف لفضائح اللجنة الغير أمينة على النادي واللي الناس دفعت عنها وما زال في ناس للأسف بتدافع عنها. اللي حصل ده لازم ليه حساب، وقبل الحساب اللجنة دي تغور في 60 داهية. صحفي تالت قال لك والله العظيم الواحد بيبكي على شعار الزمالك، مش هقول بقى مين الصحفي والإعلامي ده اللي بيتهان، وببكي على نفسية الشباب اللي ملهمش ذنب يتحطموا نفسيا في مباراة زي دي. منك لله انت وكل شخص حاول يطبل ليك، منكم لله وحسبي الله ونعم الوكيل، واللي هيجيب سيرة ليبو ليبو عندي مش عارف هعمل ايه وهعمل ايه. كلام قلة ادب يعني، كلام قلة ادب ومنتهى السفالة. صادق ميدو لما قال ان هناك بعض القبيضة، قال لك احنا عندنا قبيضة على الصفحات، عايز تطبل هتدفع، عايز تشتم برضه هتدفع. تعال نروح لموضوع شيكابالا. الوزير طلع قال لك لا شيكا يرجع من الصبح. والله العظيم انا واحد من الناس نفسي شيكا يلعب، لان شيكابالا عزيزي المشاهد الاهلاوي المحترم هو فأل خير وبشرة السعادة عند كل جماهير النادي الاهلي. يكفي ان شيكا لما بيجيب جون الاهلي بيكسب، دي كفاية عندي يعني. نزلوه يا جماعة، نزلوه يجيب فينا جون، انا راضي ان شيكابالا يجيب في الاهلي جون، لان الراجل ده فعل خير علينا، لما بيجيب جون في الاهلي احنا بنكسب. فخلوا شيكابالا يلعب يعني، عشان بس البعض اللي يقول لك ايه انت خايف من شيكابالا. لا يا حبيبي مش خايف، ده بشرة خير بالنسبة لي، لكن احنا بنتكلم قانونا. الوزير قال لك لا، القانون بيقول ان شيكابالا يرجع. طيب معالي الوزير، عايز اقول لك ان الاهلي مستني. لا مش بقول للوزير، لا الوزير خلاص موضوع انتهى. الاهلي مستني، عارف انت اللي بيبقى لابد لك في الدرة مستني لك بس تتمشى في الدرة، فالوزير وشيكا والناس دول هيمشوا في الدرة. الاهلي مستني ليه يا فندم؟ الاهلي عنده قضيتين وعنده حكمين من مركز التسوية والتحكيم الرياضي، منهم حكم هيرجع لك الدوري وانت قاعد حاطط رجل على رجل وطالب طلب البليلة بالفخفخينة بتاعتك بالمكسرات، هتقعد كده حط رجل على رجل، ولد نزل لي الدوري، هات الدوري اللي انتوا عمالين تمرمطوه وتأجروه للفوتوسيشن وقلة الادب اللي هاتوه. عندي 2 مليون دولار على عبد الله السعيد، هاتهم. فياريت احنا لابدين في الدورة ومجلس الاهلي لابد في الدورة، مستني نفذ انت بس. انا عايزك كوزير تنفذ القرار، وشيكابالا يرجع من امبارح مش من بكرة. مصلحة لينا كأهلاوية ان شيكابالا يلعب ماتش القمة، وفي نفس الوقت مصلحة ان شيكابالا يتشال عنه الإيقاف عشان انفذ الحكمين اللي معايا. حكم هقسم بيه 6 نقاط من الزمالك من الدوري القديم واخد الدوري، حكم تاني هاخد 32 مليون. انت بقى استفدت ايه؟ شيكابالا خده، احنا هناخد الدوري وناخد الفلوس، وانت خد شيكابالا. شكرا ليك، سلام عليكم.